وعن آخر أخبار الطقس والحالة الجوية من نشرة التاسعة إلى فاطمة نتحول لمعرفة التفاصيل. تفضلي فاطمة. شكراً نوى، شكراً أميرة، وأهلا بكم مجدداً مشاهدينا. وأخيراً ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الجمعة طقس حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود ليلاً طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائماً من القاهرة العظمى 31، الصغرى 23، الإسكندرية 29-23، مطروح 28-23، بورسعيد 29-23، الإسماعيلية 31-23 وجوها حار. بالنسبة للسويس 32-24، العريش 29-21، طابة 32-23، شرم الشيخ 34-26، الغردقة 34-25 وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 37-25، أسوان 38-26، الوادي الجديد 39-25، شلاتين 36-26، حلايب 34-26 وجوها أيضا حار. والآن سأعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.